اهلا بيكم في مغربيات. النهارده هنعمل فراخ محشيه لوز، وهنعمل سلطه ديك رومي بالمشمش، وهنعمل سلطه مكرونه بالجبنه الفلامنك. هقول لكم الاول المقادير. اول حاجه هحتاج فرخه سليمه، كسكسي معمول على البخار، كسكسي معمول فورتين، هحتاج لوز مسلوق ومطحون، زبيب، قرفه، وجوز الطيب، دول للحشوه، وزبده. باقي بقى الحاجات هحتاج لوز محمر مسلوق ومتحمر ده للتزيين، هحتاج ثوم مفروم، كركم، جنزبيل، فلفل اسود، قرفه خشب، وزعفران حر، سكر، مشمش، وبصل متقطع، وطبعا زيت. يلا نسمي كده نبتدي. احط الاول زيت، بسم الله، الزيت يسخن شوية، وابتدي أحضر الحشو. حط كسكسي كفاية، سيب دول عشان أقدم بيه. أخدت مع اللوز، اللوز المطحون، الزبيب، قرفة، وشوية جوز الطيب. يلا بسم الله نقلب الفرخة، نحشيها. نجيب خيط بس عايزه اقفل رجليها. اوكي، حط حته زبده، ماشي. عايزه اقفلها. وعايزه اجيب الخله بتاع الطويله، بس ياخدي الخشب نقفل بيها هنا في الاخر. هو الحاجات دي كلها هنشيلها لما نيجي نقدم، بس علشان الحشوه ما تطلعش. يلا بسم الله نحطها الاول كده. ونبتدي نكمل باقي الحاجات. نحط البصل، بسم الله، ملح، الثوم، جنزبيل، كركم، اتنين عواد خشب، قرفة خشب دي مش دلوقتي، ونقلب. ونحط
الفلفل الاسود نمساه، اوكي ونزود تقريبا كوباية مية. بسم الله. وسيبها تستوي ونطلع فاصل نرجع نكمل باقي الأكل. رجعنا بعد الفاصل. فكركم بنعمل ايه النهاردة؟ بنعمل فرخة محشية لوز. اوكي دلوقتي بقى هكمل باقي الاكله بتاعتها وبعدين نبتدي نعمل السلطات. عايزه اغلي تقريبا كوبايه ميه، حلو قوي كده، واحط عليها المشمش واسيبهم سيبها تغلي. عايزه دي نص البوله. هنحط بقى دلوقتي شوية زعفران حر، على الفرخة. بسم الله. ونبتدي بقى تاني حاجة، هنعمل صدور ديك رومي بالفلفل المشوي، والديك الرومي برضو مشوي. حط شوية زيت زيتون. بسم الله. تبل. حط. بسم الله. المقادير بتاعتها قلنا هنحتاج فلفل رومي و وصدور رومي برضو، وهحتاج خل، زيت زيتون، وملح، وفلفل اسود. نحرك الفرخة بس عشان ما تلزقش. نزود شوية مية. طيب على بال فلفل رومي ما يتشوي، هقطع الفلفل على بال سوري ديك الرومي ما يتشوي، هقطع الفلفل الرومي. نجيب الطبق اللي اقدم فيه. كده بقى حلو قوي. بسم الله. السيوة بتاعه حلو قوي.
ونبطينك من جوه كريسبي من بره. بس نحط شوية خل اوكي نزود بس كده. خلصنا السلطة الأولى. أنا عايزة بس أبص على المشمش غلي كده، هنزود السكر. ونسيبه. السلطة التانية سهلة جدا، المقادير بتاعتها هحتاج مكرونة مسلوقة طبعا معمولة، طماطم تشيري، جبنة فلامنك مبشورة، علبة تونة ذرة، مايونيز ومستردة وزيتون أحمر. هنغطي الحاجات كلها على بعض. بس نحط شوية نحط التونة بسم الله أوله وآخره، الذرة مايونيز مستردة شوية زيت زيتون خل وطبعا ملح وفلفل اسود. نخلط الحاجات دي كلها كويس على بعض ونحط التشيري في الاخر بس. زيتون على الوش والجبنة الفلامنك ونشوف الفرخة. الفرخة كمان خلاص. ممكن نجيب الطبق. بسم الله نحط كسكسي جنبها هنا في طبق. خد المشمش
نحط اللوز. ودي الأكلة الثالثة النهاردة. عملنا فراخ محشية باللوز، عملنا سلطة صدور ديك رومي مع الفلفل الرومي، وعملنا سلطة مكرونة بالجبنة الفلامنك. إن شاء الله تجربوا الأكلات دي في البيت وتعجبكم. بالهنا والشفا والصحة والراحة.